رح نبدأ جولتنا لليوم لنتحدث عن دور الجمعيات الطبية في رعاية اللاجئين السوريين طبيا في دول الجوار، ومثال على ذلك جمعية العون الصحية. ومعنا بالاستديو الدكتور يعرب العجلوني مدير الجمعية. أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. أهلا دكتور، صباح الخير. دكتور، بالبداية بدنا نحكي عن جمعيتكم وشو هي الدور اللي بتقوم بأدائه، خاصة أنه هي بتهتم بالجرحى السوريين حتى لما ما كان في مخيمات للجوء. خلينا نحكي عن دور جمعية العون الصحية. ستي، الجمعية جهة غير حكومية، شريكة لمفوضية سامي لشؤون اللاجئين. نعم. وإحنا بنقدم الخدمات بدعم الأمم المتحدة للإخوة السوريين داخل الأراضي الأردنية. كذلك في عنا مستشفى خصصناه للجرحى اللي بيدخلوا من الأراضي السورية. المستشفى هو مستشفى ضليل، وزدنا قدرته على الاستيعابية، ونحن مستمرين من بداية الثورة السورية. أدي قدرته الاستيعابية؟ قدرته الاستيعابية كانت بحدود 35 ل 40 سرير، هلا قدرته حوالي 80 سرير الحمد لله. وهو بقدم الآن كل الجراحات الطارئة. لم تعرفي حتى عدد الجرحى اللي بدخل للأراضي الأردنية أخف من أول، لأنه قدرة الأطباء السوريين الآن في الميدان من خلال المشافي الميدانية أصبحت أقوى وأفضل لتقديم الخدمة للسوريين داخل الأراضي السورية. نعم، يعني ما شاء الله عليكم. هلأ قد إيه تقريبا عمركم من قبل نشوء الثورة؟ يعني هالجمعية موجودة وبالفعل قدمتوا الكثير من الخدمات للجرحى السوريين وأيضا غيرهم. نتحدث قد إيه تقريبا مستفيد من جمعية العون الصحية حاليا، وشو طبيعة الخدمات أيضا اللي بتقدموها؟ كيف الناس فيها تتواصل معكم؟ ستي، الجمعية بتقدم الخدمات للإخوة السوريين في الأردن من خلال العيادات اللي موجودة في إربد والزرقاء والمفرق والرمثة، يعني بكل مكان لكم فروع. نعم، معروف عند الأشقاء السوريين طبعاً. يعني المعظم بيعرف العون الصحي. نعم. وأيضا بمخيم الزعتري، احنا المنظمة الوحيدة اللي بتشتغل 24 ساعة. عندنا أربع عيادات كبيرة مقدم خدمة الولادة والرعاية الأم الحامل، وبنقدم من افتتاح المخيم بنقدم الخدمات العلاج الكاملة، وإحنا الجهة الوحيدة اللي بتخلي خارج المخيم. عندنا سيارات الإسعاف المتخصصة، وحتى زيارات للخيام أو الكرفانات إذا في حالة طارئة تستدعي أنها تنقل أو تستدعي الكشف الطبي في الموقع. بيقدموا لها الفريق الروستينج تيم، بيروحوا لها وبيشرفوا عليها. طب سيد يعرب، قد ايه الحالات عم بتكون صعبة اللي عم بتواجهوها، خاصة أنه الثورة السورية مستمرة ولها فترة جدا طويلة أيضا؟ قد ايه الحالات عم بتكون صعوبة من فترة لفترة، وكيف عم بتواجهوا ازدياد أعداد الجرحى والمصابين وأيضا المرضى؟ المرضى بيزداد اللود داخل الأراضي الأردنية على العيادات، لأنه في كثير من الجهات اللي بدأت مع بداية الثورة السورية أصبحت غير قادرة على الاستمرار بتقديم الخدمة. طبعاً بسبب قلة الدعم للأسف، قلة الدعم وقلة المصادر بشكل عام. الآن إن شاء الله متأمل المؤتمر الكويت يكون في دعم أكثر، أنه تقدر الجهة توقف. بالنسبة للجرحى اللي بيدخلوا من الأراضي السورية، حتى الآن يعني آخر مستشفى كان آخر غير مستشفانا، سمعنا اليومين أنه وقف استقبال الجرحى. هلأ إحنا بكل المراحل حاطين حد أدنى للخدمة المتوفرة للجرحى السوريين في حال دخول، اللي هي مستشفى ضليل. فبتعرف من وقت لآخر بيجي دعم أو مساعدة. نعم. بيروحوا الناس بيجي، بس المستشفى ضليل مستمر وثابت. وإحنا يعني إن شاء الله أنه يخف هالألم آمين يا رب، ونهر الدم اللي في سوريا يا رب، وما نكون بحاجة لا للمستشفيات ولا لا إلى آخره. بالتأكيد. لكنه موجود. في موضوع بيأرق دائما الجرحى السوريين بشكل عام، وإنه أوكي بالفعل في بعض الجهات أو المنظمات الجمعيات بتقدم الخدمات بكافة أنواعها، لكن لما نتحدث عن الخدمات الصحية تحديدا بيقلقوا كتير، لأنه ما بيكون في أطباء مختصين. عادة الأطباء أو بيكونوا يعني مسميهم يعني أطباء العامين أو غيره، ما بعرف قد إيه عم تقدروا توفروا ذوي الاختصاص في الطب تحديدا للجرحى السوريين. يا ستي، يعني دائما طموحات اي مريض، موش المريض السوري، في الحصول على افضل علاج. صح. شيء ما بمنعه، لكن للاسف
معظم الحالات اللي دخلت الأراضي الأردنية يعني الحالات القاتلة إذا بتتذكري بداية الثورة كان موضوع القناصين طبعاً. لإصابات القنص إما بتكون بالصدر أو بالرأس وتعتبر قاتلة فيتل مميتة فجزء تمام. نعم فجزء كبير أصلاً يعني شهداء وما وصلوا الأراضي الأردنية لأن بقية الحالات اللي تم إخلاءها لأن الأطباء داخل الأراضي السورية في المشافى الميدانية نعم. 90% من الحالات بتم التعامل معها على الأراضي السورية وبتتلقى الخدمة أطباء العظام السوريين ممتازين جرح العامين ممتازين الآن في عندهم أوعية دموية في منطقة الطيبة ومناطق أخرى اختصاص ومراكز أصبحت متخصصة داخل الأراضي السورية نعم. الآن بيظل الحالات اللي نسبة شفائها أو علاجها ضئيلة مثل إصابات النخاع الشوكي اللي بتتأدي إلى شلل نعم. هلأ معظم الإخوة السوريين اللي أنا التقيت فيهم أو التقيت منهم اتصالات بيحكوا عن موضوع زراعات الخلايا الجذعيه في كذا والى اخره هي ثوره اصلا متقدمه في طبعا الطب وفي التكنولوجيا هاي ثوره جديده وانا امبارح يعني حكيت لاختها لابنها نعم يعني هذا الموضوع حلم يعني بتحقق نعم وبده يعني بعده بمراحل ومراحل تجريبيه نعم. اذا في امل مش غلط الانسان يتمنى الافضل صح. دائما طبعا ولكن الحقيقه يعني لازم دائما نأخذ قاعدة أنه إحنا بالمملكة الأردنية الهاشمية قدمنا اللي منقدمه لنفسنا للإخوة السوريين إن شاء الله واللي منقدمه بالبشير إحنا منقدمه من 100 سنة للأردنيين أكيد. وهذا اللي قدرنا نوفره الدكتور يعرب أنتوا جهة غير حكومية ولكن أنتوا بتحتاجوا دعم مساعدات دائما الطب في تطور مواد وأجهزة كيف عم تقدروا توفروا هالأمور خاصة أنه يعني زي ما ذكرنا الثورة مستمرة والأعداد عم تتزايد خاصة أنت قلت أنه عدد اللاجئين عدد الجرحى صار أقل من قبل اللي عم بدخلوا على الأردن كيف عم تقدروا تواكبوا التطور؟ صحيح شوفي الخبرات الأطباء السورية والكوادر الطبية السورية داخل سوريا وبعضها خارج سوريا في الأراضي الأردنية مهم جدا الاستثمار فيها نعم. يعني أنا لما بداية الثورة السورية كان الموضوع فوضجي موضوع الدعم داخل الأراضي السورية الآن صرنا نعرف تماما من هم الأطباء ومن هي الكوادر ومن هم الأشخاص الحقيقيين محددين يعني إحنا كجهة طبية علاقتنا مع الزملاء الإخوة السوريين الأطباء نعم. داخل نعم. الأراضي السورية علاقة استراتيجية نعم. وسوريا فيها كل الإمكانيات البشرية الآن المنظومة المراكز الصحية اللي كانت المنظومة الحكومية لآخره انهارت أو انتهت لكن مدام الإنسان موجود الإنسان صح. السوري موجود على الأرض السورية قادر دعم بسيط له صح. هو قادر أنه يقدم الدعم لأهل يمكن ورأس. من هون دي أسأل حضرتك دكتور أدي في دعم قد يكون سواء بالتدريب برفض الداخل السوري من ذوي الاختصاص بشكل عام يعني هل هذا الشيء موجود متاح ممكن؟ ستي في جزء كبير من الأطباء السوريين اللي خرجوا بداية الثورة نتيجة خوفهم على أنفسهم على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم الآن رجعوا إلى الأراضي السورية وهم بقودوا عدد كبير من المشافي الميدانية المتخصصة نعم. الدعم اللي بدخل للأراضي السورية يعني ما أعتقد أنه أولاً بشكل رئيسي المجتمع الدولي ومتقطع. ثانياً الإخوة السوريين المقتدرين اللي خارج سوريا واللي بيقدروا يدعموا أهلهم نعم. أعتقد أنه الدعم مقبول حسب القراءات والدراسات والإحصائيات اللي بنعملها لسه دور المنظمات الدولية بالفعل يعني فاعل بالأراضي السورية وأيضا الأهل الحمراء يعني الهلال الأحمر مثلا لدول معين وهل في تعاون بينكم وبينهم؟ الهلال الأحمر ما عندي فكرة كثير بصراحة عنه لكن أنا بدي أحكي عن المنظمات الدولية النشيطة بدعم الداخل السوري أعتقد ما قدم للجزء اللي أنا بعلم عنه الجنوب السوري بكفي يعني بيقوم بالواجب والاحتياج الموجود لا. بالإضافة إلى الدعم السوري وهذا لازم ما نهمله أكيد. يعني التزام السوريين اللي في الدول المغتربة أو في الخليج العربي بالذات الدعم. في السعودية والكويت صح. وقطر التزامهم تجاه الناس في جنوب سوريا
التزام لم ينقطع حتى هذا إن شاء الله. خلينا نحكي عن دور جمعية العون من حد ما بدأت في مساعدة اللاجئين السوريين، وقلنا هي موجودة حاليا بالمخيمات، وزي ما ذكرت حضرتك منتشرة بأكثر من مكان وموقع في الأردن. خبرنا شوي عن تطور هالجمعية من حد ما تأسست لآخر فرع لها بالأردن. ستي احنا منظمة أردنية تأسسنا بال 2005، وبداية الربيع العربي سجلنا في ليبيا واليمن وال يعني مو بس سوريا، يعني أكثر من دولة. نعم احنا منظمة أردنية دولية. نعم. وهلا الطواقم العربية يعني مثلا أطباء سوريا بإمكاناش نشغلهم في الأردن بسهولة. لكن بيشتغلوا معنا في ليبيا بسهولة. صح. اشتغلوا معنا الآن الأطباء السوريين في كردستان بيساعدوا بدول أخرى طبعا. حلو. المكنون سوريا من العامل البشري أو من الخبرات البشرية يعني ما فينا نهمله، حتى لو بعض القوانين في بعض الدول بتعيقه لكنه متاح. الجمعية داخل الأراضي الأردنية قدمت ملتزمة بتقديم الخدمة سنويا إلى 250,000 سوري. نعم. عدد النساء الحوامل اللي بالعام الماضي ولدوا بعياداتنا أو غطينا تكاليفهم حوالي 3,000 سيدة سورية. هذا شيء بفائل. نعم. شيء بفائل دائما الولادة طبعاً. الأطفال الجدد حتى بالظروف الصعبة يعني هيك بتعطي حرار طبعا. والأدوية الأمراض المزمنة والضغط والسكري ومتابعة المستشفيات وإلى آخره، هذه يعني استمرارية والتزام. أكيد. أكيد حضرتك عن نقطة كتير جوهرية يعني جهودكم مشكورة فيها، إنه جمعية العون الصحية موجودة في كردستان، في شمال إفريقيا، في يعني بلاد أخرى. هل في شيء على المدى القريب أو قد يكون البعيد هيك استراتيجية معينة حتى تكونوا موجودين وراسخين في الجنوب السوري؟ يا ستي احنا يعني التزامنا بالجنوب السوري معروف لأهل الجنوب السوري. نعم. لا بس جغرافيا يعني. نعم جغرافيا. يعني أعنيها. نعم. من الصنمين للرمثة. نعم. يعني التزامنا من بداية الثورة تجاه الأهل بدعم والتواصل معهم والاستمرار في دعمهم الذي لم ينقطع منذ 4 سنوات. الآن المستقبل القادم، السيناريوهات تحت أي سيناريو كان. نعم. إحنا أكبر منظمة في العالم العربي. وعدد موظفينا من الأردنيين 900 موظف. أدي في منهم أطباء أنا أسفة. و400 موظف سوري. ما شاء الله. وإحنا بالذات إحنا يعني من 4 سنوات عندنا كنز هائل من خبرات سورية، زدنا قدراته وجزء منه عاد إلى الأراضي السورية. نعم. وجزء منه موجود معنا وملتزمين بالمعنى بالتطلعات. طيب دكتور يارب حكيت نقطة مهمة، إنه في كتير أطباء سوريين عم بيشاركوا معكم وعم بيساعدوا، قد هاد أيضا عم بيساعد الجمعية إنه ترسخ وتكون قوية سواء في الداخل السوري أو أيضا بالمخيمات والأماكن المتواجدة فيها الجمعية، خاصة إنه عم بيشاركوا يعني زي ما ذكرت بشكل فعال 400 يعني عدد 400 موظف سوري. نعم. مو كلهم أطباء أكيد يعني متطورين. يعني إحنا بنحكي بأي مركز طبي عادة في طبيب بس بيكون في 10 إداريين ومستودع وإلى آخره. عادة الجزء الطبي من أي حوالي ربع يعني، بينما بالظرف السوري في أكثر من ذلك من الكوادر الطبية، تقريبا النص من 400 هم أطباء وصيادلة وممرضين طبعا. نعم. وهذا يعني التزام لن يتبدل تجاه سوريا. نعم. ورسالة مهمة جدا عم بتقدموها اللي هي بناء قدرات، يعني طبعاً. بناء قدرات، لأنه هالقدرات إن شاء الله يعني الثورة السورية يعني رح تخلص وتخلص قريبا يعني يا رب، مثل ما تفضلت حضرتك في البداية رح تنتصر طبعا بالتأكيد. وهالكفاءات كلها سورية بحاجة لها طبعا. سوريا مش بحاجة لكفاءات. نعم. كتير منظمات حاولت تدخل الأراضي السورية بحجة إنه في يعني حاجة. صح في حاجة لعدة جراحة عظمية، بس في 50 طبيب عظام في درعا. نعم. صح. بحاجة لأوعية دموية، عندنا مركزين متخصصات أو مركز رئيسي الآن في الطيبة. نعم. بأشهر طبيب بجوز في المنطقة. نعم. في سوريا، وفي مركز ثاني بتشكل في الجهة الغربية من درعا. سوريا مش بحاجة للخبرات البشرية، بحاجة لشعورها بأنه المجتمع الدولي ملتزم
إنسانيا تجاه الناس. سوريا بلاد خير يعني مش بحاجة كتير لليد الطولة، بالوقت اللي بخف الموضوع بنتهي يعني سوريا قادرة عن أنها تسد المجتمع الدولي كل ما قدم لها إنسانيا وماديا إن شاء الله. دكتور يعرب، خلينا نوجه هيك كلمة للأشخاص لحتى يعرفوا جمعية العون قدي عم بتقدم مساعدات، عم بتقدم معونات صحية واهتمام للمرضى والجرحى السوريين، شو بتحب توجه كلمة؟ يا ستي احنا من أنا بتشكر كل المجتمع الدولي، نعم، اللي احنا كنا جسر للإنسانية بهالأربع سنوات. نعم. والله أعلم لمتى احنا ولوين رايحين، هذه بإيد ربنا، إنه يستمر هالمجتمع الدولي بدعم الأشقاء السوريين، نعم، وزيادة قدرتهم على الانخراط في المجتمع الدولي بشكل إيجابي. وإحنا يعني ملتزمين تجاه سوريا، تجاه الجنوب السوري بالذات، وعلاقتنا مع الإخوة السوريين علاقة إيجابية مثل أخوية. إحنا لحد اليوم ما بنحكي للإخوة السوريين لاجئين، كلمة ثقيلة، هم إخوة وأهل وأبناء عمومة و... صح، قرابة وصل الدم ومصاهرة. صحيح، بالتأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك. الثورة السورية إن شاء الله منتصرة وقريبا بإذن الله تعالى. طبعا نشكر حضرتك الدكتور يعرب العجلوني وكل القائمين على جمعية العون الصحي. شكرا. مشاهدينا فاصل، راجعين وإياكم، خليكم معنا.